السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة متنوعة لأم سلمى. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم برماش، يعني كيجي رائع، يعني بحالو بحال التسريد اللي كنديرو. هذا سميتو برماش والآخر تسريد، يعني الفرق اللي بيناتهم برماش كيدار على شكل مسمن، والتسريد يعني كيدار ورقة فوق ورقة. بالنسبة هنايا للمقادير كاين جوج كيلو ديال الفينو وعشرة كيلو ديال الدقيق الأبيض. السيدة اللي غادا توجد هادشي غادا ضافت الملحة وغتخلطها مع هاد المكونات وغتبدا العجين. بالنسبة لهاد الكمية كلها يعني لواحد المناسبة ديال الولادة عندهم في منطقة مكناس، يعني ملي كتولد النافسة كتولد المرأة وتكون نافسة، يعني كيجمعو الجيران كيجمعوهم على برماش. دابا بدات العجين، يعني كل منطقه وباش كتميز. حنا عندنا في منطقه تازة يعني كيديروا التريد ما كيديروش برماش، يعني كديروا هذاك التريد اللي كدار ورقه على ورقه، يعني كل واحد والتقاليد ديالو. هنا في منطقه مكناس يعني ملي كتولد السيده كتكون نافسه يعني ويبغوا يدخلوا عندها الجيران كيجمعوهم على برماش، كيديروا لهم برماش وكيتجمعوا عليه. يعني هي كتدلك العجين وقاتليه في نفس الوقت، يعني ما غندلكوش بزاف، على واحد شويه وغتغطيه بلاستيك. ومن بعد ما عجنت العجين رشط له واحد الرشيشه ديال الماء، يعني غتخليه في داك الماء، داك الماء هو اللي غادي العجين غيشرب داك الماء راسو. من بعد ما غتغطيه بلاستيك وتخليه حتى يرتاح. من بعد ما ارتاح العجين حتى داك الماء اللي رشاتو عليه يعني شربو مره وارتاح على خاطرو، دابا غادا تبدا تقطع العجين كويرات صغار على هذا الشكل هذا، وغتمشي على نفس القياس. هانتوما القياس اللي غادا عليه، ومن بعد ما قطعت العجين كله وارتاح ليها دابا كتشكلو. هانتوما كطلق كل كويره تترققها على سطح العمل وكتبدا تشكلها يعني على شكل مسمنه، وفي نفس الوقت كما قالت لي السيده يعني يديها غير دهن صبعانها بالزيت، يعني ما تكترش الزيت حيت هو اصلا باقي غيتسقى بالبلول فيه الزيت. هانتوما على هذا الشكل هذا، وكتبدا تخليه يعني كل وحده اللي كتشكلها كتخليها ترتاح حتى كتصايب واحد الكمية، وعاد كتبدا الخبيز. يعني ضروري خصو التورق، يعني خصو يتورق مزيان باش ما يجيش غليظ. ودابا غادا تبدا تخبزو، يعني كل وحده اللي سبق ليها كانت مشكلاهم تزيد تكرسها مزيان، ودهن الفرح لهذا الشكل من بعد ما سخن وتبدا تخبز.
يعني خصها تقابلو بالتحريك كل مرة تقلب، يعني ما تخليش تيحمر بزاف من التحت، يعني كل مرة تقابلو بالتحريك يعني خصو عا كيصفر يعني كيطيب وصافي، يعني ماشي يحمر بزاف. هانتوما شوفوا الشكل يعني كيفاش خصو يكون، غير كيطيب فقط. ودابا كل وحده كتحيدها، يعني خاصها تفرتت يعني طروفها شويه صغار. اول حاجه كيحلوا المسمنه هي الاولى حتى كتحل، ومن بعد كيبداو يقطعوها على هذا الشكل طريفات صغار. وهانتوما كيف ما كتشوفوا سبحان الله العظيم كيجي بحال تريد، يعني بحال اللي دايره ورقه على ورقه. وهانتوما الشكل النهائي كيفاش كيولي، تبارك الله الكميه اللي حصلوا عليها. هنا غادا ديري الشرموله ديال الدجاج اللي غايره فوق التريد. غادي دابا بورماش. اييه دابا غسلت شنو دايره هنايا، الثومه والقزبر والمعدنوس؟ هنا شويه ديال هنا القزبر والمعدنوس والثوم. حيت مع دابا الدجاج عندي ملح. مع دابا الدجاج عندي ملح، ما غنديش انا الملح هنا في الشرموله. عندي الطريقه على حسب الشرموله. تمرقد الدجاج بالملحه. تمرقد الدجاج بالملحه. دابا هانت غنديري القياس ديال الشرموله، ديال القياس ديال الشرموله باش تبقى مملحه. الدجاج مملح. يعني ديري غير شويه. صافي غير شويه. دابا انا غادي ندير، انا سمحي لي راه كندير العطريه بيدي. كتاخذي القياس بيدك. ناخذ القياس بيدي. هذا البزار. 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 كندير العطريه في دقه، ما كان عنديش ونعاود. ما توليش ديري وتعاودي. بسم الله توكلنا على الله. سكين جبير. سكين جبير. سكين جبير. الخرقوم. الخرقوم ولا صفر العود، يعني كل واحد. الخرقوم هذا. بسم الله توكلنا على الله. يعني يكون قياس شي جمعه كبار. قياس ديال جمعه كبار. هذا خلاص القزبر. القزبر اليابس مطحون. هذا غير شويه. يعني كديري غير شويه منه. اييه غير شويه. خلاص حتى هو راس الحانوت. راس الحانوت. كاين الناس اللي كيبغيو شي راس الحانوت بزاف. كديري يعني 8 معشق معلقه. معلقه كبيره. هي معلقه كبيره. هاتي اختي. غديري دابا السمن. اييه غندير دابا السمن. دابا غندير السمن. حيت نسيت السمن كيجي هادي. السمن كيزين الدجاج. بالخصوص هذا السمن الحايل. السمن الحر. السمن الحر. الصراحة كل ما باتت الحاجة مشرملة. دابا الدجاج غادي يبات عندك مشرملة. يبات مشرملة. كتضيفي زيت المائدة. هذا الزيت. وزيت الزيتون حتى هو. هذا الزيت. يعني ملي غديري الدجاج غتزيدي حتى الزيت. دابا كديري على القياس على حساب الشرموله. هادشي دابا فاش غنصب. دابا هادي غيبات، هادي شرموله كامله 10 مولا، ولكن من غير ما غتزيديش العطريه. لا ما غتزيدي على الزيت مع البصله مع. لا ما نزيدش. ما نزيدش. دابا غتخلطي الشرموله. دابا غنخلطو الشرموله. دابا غديري شويه ديال الماء. بزاف هاد الماء. نشوف كيما تقول عليه ميزاني ونخلطها هي. سيري عند عبد الشي من هنا. ياكل شنو بنحنا شي حاجه هكا غندير لنا هاد الشرميله. شتي هاد الشي الشرميله ديال الشتي. الله يعطيك الصحه. ديما كنخشيو هنا في هذاك الفخاد، حتى في الغسيل ديال الدجاج الا ما غسلتيش بالملح ودرتي الدجاج هكا منه وحيدتي منه داك الزفوريه اللي كتفوري، ما عمر الدجاج يكذب عليك الكذاب، ما يجيش زوين. ما يجيش زوين. وخا تكون كيقول لك مثلا بحال لا واه الدجاج طايب من نهارو، كنطيب انا الدجاج من نهارو، ولكن يكون ملح مزيان وحيدو داك الشيء هكا، كتحشي يدك هكا وتجبدي
هذا هو الغسيل، راه اللي ما غسلش الدجاج بحال هكا راه ماشي زوين. ها الدجاج خصو الخاطر، الغسيل والشرموله والشرموله يعني الحاجه بقدر ما عطيتيها الخاطر كتجي زوينه. هانت شتي غادي تكتفي دابا؟ غادي نكتفو. اها نقدر نحط هنا جوج كاس كاع مزيان ومغسول مزيان. هانت شوفي الفخذ ديالو ما كتجبدي منو حتى حاجه، يعني ما فيه والو، منقي مزيان ملحه لا واه ديري له هادي ديالو كيولي الدجاج صافي. صافي غير كنهضر معاك بصح باش دابا بحال الحامض احسن من الخل. الحامض زوين، الحامض ولي شتي غادي بحال اللي كيزرق الدجاج ياكي كيبدل اللون كيولي بيض كيبدل ليه اللون. هانت هو لا هذا الحامض كيصفي كيعطيه اللون. حنا درنا لكم لا يعني غادا تستمري على هذا الشكل حتى تسالي الدجاج كله يعني تدخلي فيه الشرموله كله. الشرموله كامل غيبات فيها هكا، يعني غيبات في الشرموله. غيبات في الشرموله، انا كنفضل يبات الدجاج في الشرموله. من طبيعه الحال يعني باش يشرب ديك الشرموله وباش يجي الدجاج زوين. شتي ها هو خلاص تكيتهم قبيله ب تقلتي الصدر. باش تدخل فيه الشرموله. يلاه بسم الله. دابا ساليتي الدجاج بالشرميل. دابا هذا هو الخر، هو هذا هذيك الشرموله غتخليها ولا تضيفها عليهم؟ لا نخليها حتى الغدا يعني وتردي الدجاج. ملي عاودتيني نقطع البصله نرمدها البصله حريه عليها باش غنصل ديك البصله تخلطيها مع الشرموله. ولكن انا البصله ديال اللي كتجي بها باش كتزوقي بها من الفوق ما كنديرهاش في المصير، كدير بوحدها. لا حتى كنحيد الدجاج كندير غير القياس، مثلا دابا ربعه البصلات ولا ثلاثه باش نصب. ومثلا البصله اللي غتسقي بها في البصعه ما نديرهاش من الاول، عدو خصها البصله ملي تحط شي شويه باينه، يعني خصها دير بوحدها، يعني تنحيد الدجاج وتضيف البصله عاد نرمي البصله. ان شاء الله باش تبقى. دابا المراحل غنكملوهم حتى الغدا ان شاء الله. دابا الدجاج غادي يبات مشرمر. يلا الى اللقاء ان شاء الله. دابا درتي البصله قطعتيها درتي مع ربطتي البصله القزبر والمعدنوس درتي زيت الزيتون وهذا غنخلي حدايا نشوف تكون درتي شي نص سيترو ديال زيت الزيتون ونص سيترو زيت المائده. دابا غديري شويه الملح على حسب البصله. على حسب البصله. على حسب البصله. هي اصلا البصله الا ما درتي ليهاش الملح ما كتطلقش داك الماء ديالها. هذيك الشرموله اللي شاطت لك البارح دابا غديريها مع البصله. نخلي منها شويه الملحه اخرى ها هي تخلي لا ياش نخلي هذو ولا نصاوب لها وحده اخرى انا عليك. دابا هذه غدا تخويها كلها نصاوب لها وحده اخرى ديال هذيك الكاشير. دابا الكاشير خصو شرمولته بوحده بحال هي بحال بحال. دابا زدتي الماء غير ما هذا غير ديال هذا الشيء هذا غير ما غنديرش انا هي المطيشه ديالنا. اربعه الحبات ديال المطيشه محكوكن بالنسبه للحلبه وما ديريهاش دابا. لا الحلبه غنديرها تسلق بوحدها. راس الحانوت اصلا راس الحانوت كاين مع هاد العطريه. الحلبه غنديرها تسلق بهديتها وفاش غطيب غنهز من هاد المرقه هادي وغنطيبها فيها. غتزيدي السمن الحار. الحاسب ضروري خصها. دابا غديريها فوق العافيه. اي هو الجير باش باش عاد ندير تستفي الدجاج. الدجاج يا بسم الله توكلنا على الله يا ربي. الصراحه بغيت نحكم منها. دابا غتستفي الدجاج في الطنجره. الدجاج في الطياب كيداير. سته ديال الفراج اللي كاينه غتخوي داك الشرموله اللي بقات. دابا ذوبتي الزعفران في الماء ملي درتيها واحد شويه نسيب عادي وحيدها. ذوبتي في الماء ودرتي مع داك شويه ديال الماء ديري بسيبيسه وقاقله بسيبيسه ديال هذا.
ديال برماش ماشي راه خاصه برماش خاصه برماش كاينه اللي كيدير كاينه ديال الدجاج كاينه ديال الدجاج واللحم طايب ديال الدجاج محمر ولكن هذه خاصه ديال خاصه ببرماش دابا تحلي نقول التمريقه في خطره دابا كتمرقي دابا ما غتزيدي له حتى اضافه اخرى لا غادي نزيد مليحه زيدي شويه ديال الملح شويه حيت دقتي حيت دقت وجاتني شويه صافي غادي نخلي ديك الزبيده بلديه غتزيدي شويه ديال الزيت الماء زيت العود زيت الزيتون دابا غادا تغطيه طيب غديري الحلبه طيب بوحدها في الكوكوط واحد الحقاش كاين الناس اللي ما كيبغوش الحلبه مع المرقه اللي كيبغيوها كف بصل ولا في هذه غادي نحزمها بواحد الزويه تيتينه بيضاء وغادي نديرها باش ديريها شويه مع داك المرقه مع ديك المرقه مع الدجاج باش ما تزل عليش تما وكاين اللي ما كيبغيش الحلبه دير شويه الملحه غديري على الملح والماء هي الملح والماء نسلقها فيها وملي غطيب عاد نخوي عليها مريقه ديال يعني باش الدجاج بالجبنيه قفلتي عليها غادا الفاصمه طايبه درتي فيها داك الحلبه شويه ديال الحلبه باش ما تزل عليش مع تما هي تعطي المذاق مرة كاينه الحلبه اللي عندنا من بعد تضيفي عليها المرقه صافي غديري هاد الكبادي تسلقوا الكاشير الكاشير شويه ديال الملحه هنا ديري معاه شويه ديال الملحه ليها شويه ديال الملحه صافي دابا غديريها في العافيه باش تعاك تسلق تسلقين تسلقات كيف هذيك الزفوره ديالها تحيد الزفوريه باش عاد دوزي تصايبي على شكل كاشير دابا غادا تبقاي مقابله بالتحراك غادي غير ندور حيت عندي طنجر كبير واسع دابا الدجاج كافيني طنجر كبير كيطيبو مرتاحين كيطيبو فرحتهم ايوه غير كندور صافي دابا غنزيد واحد الحدات ديال المطيشه غتقطعي مطيشه وديريها فوق دابا هادي مطيشه قطعتيها غادا ديريها فوق ديك الدجاج ايوه حيت برماش اصلا راه كيبغي مطيشه كيبغي مطيشه حكيت ربعه في الاول ودابا هادو ما شحال وهادو ثلاثه هادو ثلاثه زدتيهم مقطعين غتزيديهم غتزيديهم هذا هو برماش اللي كانوا كيديروا جدودنا وجداتنا دابا برماش اصلي على حقو طيحو الله يعطيك الصحه يعني ريحه زوينه كتطلع من هاد الطنجره برماش غرباوي غرباوي هذا غرباوي برماش غرباوي صباح غرباوية هذه الشرموله ديال الكاشير بحال نفس ديال الدجاج كتحكي لي دابا درتي بالصبر والمعدنوس الصبر والمعدنوس في الشرموله ودابا الثومه درت واحد ثلاثه دربيصات ديال الطريز دربيصات ديال الثومه كتحكيهم ياك خرقوم باش ما يعيش بيا هذا راس معشقه ديال الخرقوم وقصبر يابس صبر يابس هو يعني نص معشقة كاين كبير كلهم غديري نص معشقة معشقة كبيرة العطرية دايرينها بحال اللي غديري البنة لديك الكاشير شوية راس الحانوت ديري راس الحانوت هذا حيت كيجي معشقة هي مولا زيدي صافي جوج معالق كبار جوج معالق كبار صافي غديري زيت الزيتون ندير زيت الزيتون شويه صافي الملح درتيها انا ندير شويه الملح ديري الملح راه كي دايره في الكبادي يعني ديري تما على شويه اي كل حاجه كنديروا لها المليحه ديالها يعني القياس باش الحاجه ما تجيش باسله باش ما تجيش باسله صافي درتي شويه ديال الماء باش تخلطي داك الشرمونه شويه غتقطعيها الكبده يعني ما تدعقهاش ما كطحنيهمش لا انا كنقطعهم غير رقيقين باش كيجيو باينين المهم داكشي طبيعي غتقطعي الكبده مع الشرموله وعاد ضيفي البيض عاد نضيف البيض ونخلطهم
يعني شحال يكون المقدار ديال الكبده عندك؟ كاينه شي نص كيلو؟ يكون شي نص كيلو. نص كيلو ديال الكبده حسب الدجاج. اييه كاين اللي كيدير غير وغطي في اليوم شي 6 ديال البيضات قلت. أيه. انا على حسب الخليط، انا غندير البيض. وتشوفي يعني الخليط كي غيكون، نشوف الخليط كيفاش غادي يكون. نقدر نزيد شويه ديال الربيع. غتزيدي الربيع؟ زيدني شويه ديال المعدنوس حيت بان لي قليل. يعني شي نص، شي نص قبطه. اي نص قبطه ديال المعدنوس. كتفكسي البيض دابا؟ اي البيض تما 6 البيضات. 6 غادي نشوف عندهم هذا تخلطيه. غادا تبداي ديري بالقياس. شنو هاد الكبادي اللي غنخلط كلشي؟ وختي تتحط فيه وضفتي حق هذاك سميتو المعدنوس. المعدنوس مقلي. ها هو صافي تخلطي. دابا اش غدير؟ هادشي ميكا ولا غنديرها في ميكا؟ الفاصمة لا الفاصمة. دابا غادا تبداي ديري في الميكا. الميكا خصك تقبيها يمكن باش ما لا بلا ما تقبيها باش تجمع عليها الكاش. غتقسمي هادشي غير في مع الدجاج. دابا غادا ديري الكاشير اللي وجدتي. اييه غديريه مع الدجاج. اييه شوفي اللحمه مزيانه. ضيفي الكاشير وحتى الثومه. الثومه هكاك الريوس ولا هكاك مجموعه؟ الكاشير ان شاء الله ياكل الكاشير دغيا. كيطيب هو دغيا يطيب في بوحديته غير في المجلمه. دابا غادي تضيفي الثومه. الثومه هكاك يعني مكموله تغسل مزيان ودير مزيان. ودير دابا هذا بورماش ديال الولاده. نتوما عندكم قاعده كديروا بورماش وتجمعوا هكا العيالات يعني اللي كيجيو يباركوا؟ دابا حنا العيالات اللي كيبغيو يجيو يباركوا كل مره كتجيك وحده، كل مره كتجيك وحده. هاد القاعده حنا عندنا كنديروا 3 ايام بورماش، يعني كتجمعيهم كيدخلوا في مره واحده. كيدخلوا في مره واحده ما عندناش كل يوم بقاو. دابا الحلبه من بعد ما تسلقات ضيفي ليها هذيك المريقه ديال الدجاج باش تطيب فيها وعاد غتزيد طيب. تبغى ترجعي ديك الحلبه فوق العافيه تزيد طيب شويه باش تدخل فيها داك المذاق ديال المرقه باش تجي بنينه. دابا غادا تحيدي الدجاج من بعد ما طاب. دابا غادا تحيديهم كلهم. بالنسبه للثومه باقا تزيد طيب. غتزيدي المرقه نيت ضروري المرقه باش تكفى. تزيدي المرقه و دابا غادا تضيفي الماء. الماء ديال التمريقه. دابا ما كاين حتى ضعيف. دابا اخواتي دازوا المرحله ديال التسقيه باش غيسقيو هاد بورماش. يعني كل قصريه ستفوا فيها بورماش وكل قصريه داروا فوق منها فروج. ودابا كيستفوا الكاشير والبيض اللي سبق لهم سلقوه. يعني ملي غيستفوا هادشي كله عاد غادي يديروا البلول. بالنسبه للطبيصلات داروا فيهم الهريسه الحمراء والخضراء كيزيدوها كاضافه. وهذه الحلبه يعني بوحدها في الطباصل. وبالنسبه للثومه يعني هكاك يعني غيديروها فوق القصاري غير الحلبه اللي غيديروها في الطباصل بوحدها هي والهريسه. يعني تبارك الله هادشي يعني زوين والله يعطيهم الصحه. وبورماش هو هذا كيف ما قالت السيده بورماش غرباوي على حقه وطريقه.
نتمنى من الله ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ديال الوصفات ديالي. وخاد الوصفه يعني انا غير صورت يعني شاركت معكم هاد المرحله هذه ديال هاد السيده، يعني الطريقه كيفاش كدير بورماش، و يعني طريقه زوينه ورائعه وتبارك الله، يعني جا داك الشيء على حقه وطريقه جا زوين. ونتمنى من الله ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.